سيباستيان بوزيل. الان راك السلام عليكم. الان راك في مدينه مسعد ولايه الجلفة الجزائر. الجزائر واش تقولنا وانت تزور في المدينه هذه؟ هذا مرة أولى نجي في مسعد وحتى في الولاة جرفة. عمري عندي فرصة، كان عندي فرصة باش نجي هنايا، وأنا فرحان بزاف باسكو شفت الطريق من الجزائر العاصمة هنايا مليحة وشابة، وحتى مسعد شابة، وعرف عرفت هذا العاصمة من ولاد نايل. دونك هذا مدينة مهمة بزاف، وشفت بزاف ديال فرص التنمية المحلية مع الشجرة المشمش ومع القشبية ومع الثقافة المحلية هنايا. دونك أنا فرحان نكون معكم هنايا في المسعد. تايا زايد في مارساي؟ لا، الأصل ديالي من مارساي. مارساي تحب زيدان؟ ولاية 49. تحب زيدان؟ نحب زيدان ضروري، ولكن عندي مشكل مع زيدان، هو دائما قال راح نجي لمارساي، راح نجي نلعب في مارساي، ما عمري جا في مارساي. هذه كنت تحب زيدان؟ نحبه، ولكن عندي مشكل مع باسكو عمري لعب في مارساي مع فريق مارساي، هذا هو المشكل.